لمسنا جميعا آثارها في حياة المصريين اليومية. وتتطلع مصر إلى مواصلة هذا التعاون واستكمال عملية البناء لإضافة مزيد من التميز للعلاقات المصرية اليابانية التي نعتز بها كثيرا حكومة وشعبا. فمصر تمضي على صعيد التنمية الاقتصادية بخطى واثقة، وتدشن وتنفذ العديد من المشروعات على مختلف المستويات، سواء التنموية الكبرى مثل مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يضمه من مناطق اقتصادية خاصة، ومشروعات لوجستية وخدمية، ومشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، اعتمادا على المياه الجوفية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ومشروع الشبكة القومية للطرق باعتبارها شرايين أساسية للعملية التنمية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تساهم به من توفير فرص عمل وتشغيل للشباب، فضلا عما تحققه من انتشار أفقي سريع يساعد الدولة على إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة. لقد اتخذت مصر العديد من التشريعات والإجراءات لجذب وتيسير الاستثمار، فضلا عن كونها إحدى أكثر دول العالم تحقيقا لعوائد الاستثمار. كما قدمت مصر في غضون عام واحد حلا جذريا لمشكلة نقص الطاقة، وقامت بالوفاء بشكل كامل باحتياجات قطاع الصناعة منها لاستمرار عجلة الإنتاج. وترحب مصر بالمستثمرين اليابانيين للمساهمة في تلك المشروعات وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين. يدا بيد نبني ونعمر، نحلم ونعمل، وننشد النماء والخير والسلام لشعبينا وللإنسانية بأسرها، كما نأمل في استعادة زخم السياحة اليابانية إلى مصر. وأؤكد لكم أن أجهزة الدولة المصرية لن تدخر جهدا للحفاظ على أمن وسلامة زائريها من جميع أنحاء العالم. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن تحية الإسلام كما تعلمون هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام والرحمة هم رسالة أساسية لهذا الدين العظيم الذي ينشد عمارة الأرض وتحقيق التعارف والتعاون والوئام بين الأمم والشعوب، دون ترويع للآمنين أو تدمير لما أنجزته يد الإنسان من مظاهر الحضارة والعمران. عظم الإسلام قيمة الروح، وجعل من قتلها بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا، ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعا. هذه هي قيمه وتلك هي تعاليمه، وكل من حاد عنها وأتى من الأفعال ما يناقضها فالإسلام براء من أفكاره المنحرفة وأفعاله النقراء. يطل على العالم في الآونة الأخيرة إرهاب كريه يخرب العقول ويمرد النفوس ويدمر كل غرس طيب يعادي الإنسانية ويبغض الحضارة، ويسعى لتحقيق أهداف خبيثة ومصالح ضيقة لفئات لا تعرف أديانا ولا أوطانا، فأضحى عدوا للإنسانية بأسرها يشن عليها هجوما شاملا، وهو الأمر الذي يقتضي أن تأتي مواجهته جماعية ومكافحته أيضا شاملة، لا تقتصر فقط على المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للحيلولة دون توافر الظروف التي تمثل بيئة خصبة وحاضنة طبيعية لهذه الآفة الخطيرة، بالإضافة إلى اشتمالها على الأبعاد الفكرية والدينية. لتصويب الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة والتفاسير الملتوية التي تجافي صحيح الدين وتنافي قيمه الحميدة وتعاليمه السامية. ويلعب الأزهر الشريف دورا مقدرا في هذا الشأن باعتباره منارة للإسلام المعتدل وقيمه الصحيحة التي تعلي قيم التسامح والرحمة والتعارف وقبول الآخر. ويتكمل مع هذا الجهد الفكري إصلاح وتطوير نظم التعليم
وهو الصعيد الذي تقدمت فيه اليابان إلى حدود بعيدة، فتمكنت من غرس قيم سامية في نفوس النشأ كان لها أطيب الأثر في تكوين المواطن الصالح الذي يدرك ويقدر قيمة العمل ليس لصالحه فقط كفرد، ولكن أيضا لمردوده الإيجابي على المجتمع والوطن. إن مصر تتطلع للتعاون مع اليابان في مجال التعليم للاستفادة من تجربتها الرائعة التي جمعت بين الجودة الرفيعة للعملية التعليمية مع الاهتمام البالغ بغرس القيم الإنسانية الراقية للوطنية والعمل الجماعي، التي أقدر أنها رافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الحضور الكريم، إن الواقع الإقليمي لأي دولة مثلما يتيح لها فرصا لنمو والتقدم إذا كان آمنا ومستقرا، فإنه قد يمثل لها تحديا يضاف إلى أعبائها ويضاعف مسؤولياتها، لا سيما إذا كان واقعا مضطربا يموج بالتحديات. ومن واقع مسؤولية مصر الإقليمية والتاريخية، فقد كانت صاحبة المبادرة والريادة في إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر في الأعوام الأخيرة إلا أنها كانت حريصة على الوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاقيات السلام، بل واستمرت في القيام بما يمكنها من جهود لإحياء المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، إيمانا من الدولة المصرية بأن استعادة الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط لن يتأتى دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية ينهي معاناة الشعب الفلسطيني التي طالت لعقود، ويضمن له حياة كريمة في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ولا يخفى عليكم أن الجماعات الإرهابية لطالما استغلت القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني كزريعة لتبرير أعمالها الإجرامية ضد دول العالم، وكذلك في دعايتها لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها. وتواصل مصر مساعيها جاهدة للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المتفاقمة في سوريا وليبيا واليمن، بما يحافظ على وحدة هذه الدول الشقيقة. وتقدر مصر الجهود اليابانية إزاء تسوية هذه القضايا التي تتوافق وجهات نظر حكومتي مصر واليابان تجاهها. السيدات والسادة نواب الشعب الياباني، أكرر لكم شكري على إتاحة هذه الفرصة للتواجد بينكم، وأرحب بكم في مصر ضيوفا أعزاء وأصدقاء أوفياء، نتعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق طموحات شعبينا نحو مستقبل أفضل للجميع. تلك كانت كلماتي إليكم، تحدثت معكم من خلالها بكل الصدق، وأرجو أن يكون صداها الذي تردد بين جنبات هذا البرلمان العريق قد أقنع عقولكم ولمس قلوبكم. إنها رسالة سلام ومحبة وتعبير صادق عن إرادة شعب بلادي ورغبته في العمل والتعاون مع اليابان وشعبها، ودعوة خالصة من القلب لنضع أيدينا معا لنقدم للعالم نموذجا في إيجابية العلاقات الدولية وتوظيفها لخير الإنسانية وبناء الحضارات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.